السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصه للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بور يوسير. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوف واحد الدرس من دروس مستوى الاول ابتدائي. اذا غادي نشوفو من كتاب دير فيغ اجير، غادي نشوفو اكريتور كوبي لا باج 41 يونيتي 2. اذا كما تشوفوا غادي نحاولوا نتمرنوا على كتابه لا لتر بي، اذا حرف بي. جو بسيرفي جو ديكو، لاحظوا بان الحرف بي كيفاش تيتم الكتابه ديالو. اذا هذا هو لا لتر بي. اذا جو روباس سور لي بوينتي، غادي نحاولوا نرسموا على النقطات اللي عطينا باش نرسموا هاد لا لتر بي كما تلاحظوا. اذا نرسموا لا لتر بي، دائما نمروا على لي بوينتي ولا النقط اللي عطينا باش نرسمو لا لتر بي. اذا دائما لا لتر بي. حاولوا ندوزو لجيكري، دونك غتحاولوا ما بقاوش عاطينكم لي بوينتي، اذا النقطات غادي تحاولوا تكتبوا لا لتر بي. اذا هنايا غتحاولوا كيما شفتوا في الاول، دونك غادي تحاولوا ترسموا لا لتر بي ولا الحرف بي. اذا غادي نحاولوا نجوغو كوبي انقل، اذا كاتب لكم با وبي، اذا نحاولوا نكتبوا با على هذا الشكل كما تشوفوا با با با. اذا بي 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 بي. اذا كما تلاحظوا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال اكريتور كوبي. نتمنى تكونوا كتبتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد تعجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدمو في قناه معالي الا يتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله.